بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أرنا ما وعدتنا من تأييد لنا من دون أن نكون من الواهمين. يا ربنا يا كريم، اجعلنا حقا مسلمين مؤمنين محسنين يا ربنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل العدوان. ومن كان في هذه أعمى واصلوا في العمى، واصلوا. حالما كنا قاضينا منكم في علاج مفارق، إن أبروش بارادوكسال، لعل بالطريقة دي اللي يحب يفهمنا. أنا حقيقة كي نقول لكم برا واصل، خاطر نعرفوكم مع الأطباء عادة مش تعملوا العكس. قليل اللي يمشي للطبيب وياخذ نصايحه، قول له اعمل لي كذا واعمل لي كذا، وبعد هذه الوصفة اعمل كذا وخذ كذا وكذا. أنا معاهم ما يصدقوش الطب، خاطر أغلب الأحيان الطب كثر من نوع اللي يدرك جهله، بيعمل لي وعمل لي ويكلفها غالية حتى يفلسوه المريض ويفلسوا عائلته ويبيعوه في رزقه العياذ بالله. وبعد ما يلقى روحه لا طبيب ما عموما وفق باش يخرجوا من معاناة المرض. عمليات بالحساب، خروج للخارج ويزيدوا الكلاب اللي في الخارج يزيدوا يهبلوه ويزيدوا منا يسلبوه، وانا ما جراه مآسي كبرى تقع في عالم التبرة. نسأل الله السلامة.